محمد حسين فهمي محمود، وشهرته حسين فهمي، ممثل مصري مولد 22 مارس عام 1940، العمر 83 عام، تزوج 3 مرات وله من الأولاد 3 أبناء هم محمود ومنة طلة ونايلة، وهو شقيق الفنان مصطفى فهمي. فايزة محمد كمال، ممثلة مصرية مولد 31 ديسمبر عام 1960، الوفاة 26 مايو عام 2014 سبب الوفاة سرطان الكبد، وفيت عن عمر ناهز 53 عام. عثمان محمد علي، ممثل مصري، وهو والد الفنانة سلوى عثمان، مولد 8 فبراير عام 1935، توفى 12 نوفمبر عام 2023 سبب الوفاة أزمة صحية شديدة، في عن عمر ناهز 88 عام. نشوى مصطفى، ممثلة مصرية، مولد 19 مارس عام 1967، العمر 56 عام، متزوجة معها أولاد مريم وعبد الرحمن. سعد أردش، ممثل ومخرج مسرحي مصري، حاصل على لسان سهوك، مولد 16 يونيو عام 1924، اتوفى 13 يونيو عام 2008 سبب الوفاة السرطان، توفي عن عمر ناهز 84 عام. داليا مصطفى، ممثلة مصرية، عمتها الفنانة ناهد رشاد، مواليد يوم 12 ابريل عام 1980، العمر 44 عام، متزوجة من الفنان شريف سلامة، ومعها من الأولاد 2 سلمى وسليم. محمد رياض، ممثل مصري، مواليد 25 ابريل عام 1970، العمر 54 عام، متزوج من الفنانة رانيا محمود ياسين، معه من الأولاد 2 عمر وآدم. من السلامة حسن، ممثلة مصرية، مولد 10 إبريل عام 1970، تزوجة من عادل أديب، معها من الأولاد أميرة أديب، وهي شقيقة الفنان شريف سلامة. أحمد سعيد عبد الغني، ممثل مصري، وهو ابن الفنان سعيد عبد الغني وخالته الفنانة زهرة العلا، مولد 10 يناير عام 1975، العمر 47، تزوج ومعه أولاد. أمل رزق، ممثلة مصرية، قامت بالمشاركة في العديد من الأدوار الناجحة والمميزة، مولد 22 نوفمبر 1974، العمر 49 عام، معها من الأولاد 2 فرح ولمية. عبد الرحيم حسن، ممثل مصري، مولد يوم 10 يونيو عام 1954، العمر 69 عام، متزوج ومعه أولاد. زينب مصطفى نصر، وشهرتها زيزي مصطفى، مولد يوم 2 يونيو عام 1945، اتوفت يوم 12 فبراير عام 2008، اتوفت عن عمر ناهزة 62 عام. رؤوم مصطفى، ممثل مصري، مولد 1 أكتوبر عام 1940، اتوفى 1 أكتوبر عام 2017 سبب الوفاة نوبة قلبية مفاجئة، توفي عن عمر ناهز 77 عام. سمية أمين، ممثلة مصرية، مولد 24 مارس عام 1945، اتوفت يوم 2 أغسطس عام 2020، اتوفت عن عمر ناهز 75 عام بعد صراع مع المرض. عصام شاكر، ممثل مصري، مولد 1 إبريل عام 1967، قام بالاشتراك في عدد كبير من الأعمال الفنية الجميلة والمميزة، منها مسلسل الليل وآخره. عزة سعيد، ممثلة مصرية، التحقت بمعهد الفنون المسرحية وبدأت مشوارها الفني مع محمد النجار الذي رشحها لدور في فيلم صعيدي رايح جاي، لها أعمال كثيرة ثم اختفت عن الأضواء ولم تظهر بعد ذلك. أشرف طلبة، ممثل مصري، شارك في العديد من الأعمال المميزة، مواليد يوم 12 فبراير 1958. نهى إسماعيل، ممثلة مصرية، كانت بدايتها في الإعلانات ثم الفيديو كليب أمام العديد من المطربين مثل عمرو دياب وآخرين، وقدمت بعض الأدوار المميزة. علي حمدي، ممثل مصري، قام بالاشتراك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية ومنها فيلم قهوة بورصة مصر عام 2019 وأكثر من عمل آخر. محسن النجدي، ممثلة مصرية،
مواليد عام 1946، اتوفت يوم 15 أكتوبر عام 2011، اتوفت عن عمر نازة 65 عام. نعمة عبد الناصر ممثلة مصرية، بدأت في منتصف سبعينات القرن العشرين ككومبارس، ثم حصلت على أدوار صغيرة مساعدة. توفيت يوم 30 إبريل عام 2020. جلال عبد الجادر ممثل مصري، مواليد 12 ديسمبر عام 1940، وتوفى يوم 2 أكتوبر عام 2018، اتوفى عن عمر نازة 77 عام. فاتن فتحي الدعمي وشهرتها نادية العراقية، مواليد 24 مايو 1963، اتوفى 16 مايو عام 2021. سبب الوفاة كوفيد 19. توفيت عن عمر نازة 57 عام، متزوجة ومعها 3 أولاد. أحلام فؤاد إبراهيم وشهرتها أحلام الجريتلي، وهي شقيقة الفنانة إنعام الجريتلي، مواليد 20 فبراير عام 1948 وتوفيت 28 فبراير عام 2021. توفيت عن عمر نازة 73 عام. خليل مرسي خليل سلطان ممثل مصري وأكاديمي مصرحي، مولد 21 سبتمبر عام 1946، اتوفى يوم 5 أغسطس عام 2014. توفي عقب تعرضه لأزمة صحية حادة في القلب والمخ. توفي عن عمر نازل 67 عام. محمود الحفناوي ممثل مصرحي وتلفزيوني مصري، مواليد 7 مارس عام 1954، وتوفى يوم 31 يوليو عام 2014، اتوفى عن عمر يناهز 60 عام. بركات زكي ممثل مصري، اتولد يوم 4 يونيو عام 1948، وتوفى 14 يونيو عام 2020، عن عمر ناهز 72 عام. يوسف العسال ممثل مصري، مولد 14 مايو عام 1947، وتوفى 19 نوفمبر عام 2014، توفي عن عمر نازة 67 عام بعد اقتحام مجموعة من اللصوص لمنزله. أنور حسونة ممثل مصري، مولد 14 يونيو عام 1916، اتوفى 29 أغسطس عام 2014. سبب الوفاة أثر التهاب في الرئة، عن عمر نازة 98 عام. حسن شبل ممثل مصري من نجوم الصف الثاني، شارك في العديد من الأدوار السنوية، اتوفى يوم 27 يناير. المخرج حسين عمار، مواليد 7 فبراير 1949، اتوفى 25 سبتمبر عام 2019، توفي عن عمر نازة 70 عام.